للحديث في تداعيات إحاطة بلاسخارت ينضم إلينا السياسي المستقر رمضان البدران. مرحبا بك سيد رمضان. يعني ثوار تشرين سعداء ويقولون أخيرا مطالبنا جرى اعتمادها في مجلس الأمن، حيث لا انتخابات من دون الرقابة الشاملة ولا انتخابات مع وجود السلاح المنفلت. يعني إلى أي درجة كان هذا واضحا في إحاطة بلاسخارت وأيضا ردود فعل القوى الكبرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن بلاسخارت تطرقت إلى مواضيع كثيرة وعديدة جدا عن الوضع العراقي وبكل تفاصيله، والانتخابات كانت مفصل مهم أيضا تحدثت به كمحور، ولكنها أشارت منذ البدء أن الملفات العراقية عديدة ومتشابكة، وفعلا أنها متشابكة كذلك. بما يخص تشرين ومطالبهم والانتخابات، بلاسخارت توجست أن مجلس الأمن قد لا يذهب بعيدا للتدخل الإشراف المباشر، وبالتالي قالت بغض النظر كيف سيكون قراركم، وبالتالي هي لا تعتمد أن مجلس الأمن سيتدخل، ولكنها شرحت الخطوط العامة عراقيا والتي ستساعد على أن تجري الانتخابات بأسلم طريق ممكن. لا زال الوضع العراقي أمام الانتخابات أيضا غير واضح، لأنه ترك الأمر للعراق لوحده، وعراقيا يبدو أن هناك تبلور لمنظومة وطنية عراقية من بعض القوى والأحزاب العراقية تحاول أن تلملم نفسها لمواجهة تيار آخر عراقي لكنه عابر للحدود، والانتخابات القادمة سوف نشهد فيها هذا التمحور، تيار عراقي وتيار عابر للحدود العراقية، أيضا عراقي عابر للحدود العراقية، وبالتالي على تشرين أن تدخل مرحلة جديدة وهي مرحلة العمل السياسي. أين تختار؟ هل ستكون محايدة بين الفريقين أم تحاول أن تكون قريبة من المحور العراقي لكي تقوي الجبهة العراقية والتي هي طبعا لا شك جزء منها. هذا العمل الأمور، يعني تقرير بلاسخارت يذهب على أن القضية ستكون عراقية في الداخل، وأن احتمالية تدويلها أمر ربما مستبعد لأنها لم تتفاعل كثيرا في إشراف دولي. نعم، يعني سيد رمضان، ساعتان في مجلس الأمن خصصتا للحالة العراقية، ويعني مما تضمنته الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية الموصوفة بالمؤلمة، أتعتقد أن ذلك كان مجاملة يعني لحكومة الكاظمي، أم أن لدى الأمم المتحدة تجارب يعني تجعلها تؤمن بوجود فرصة إصلاح اقتصادي في العراق؟ يعني هي وصفتها بالضئيلة ولكنها عظيمة. حقا أنه من 2003 إلى الآن لم تجري أي إصلاحات جدية في مواجهة الفساد، وبالتالي هذا الإجراء الضئيل هو طبعا يحسب لهذه الحكومة، وطبعا لا شك أنه العالم يريد أن يشجع هذا التوجه، ولكن هذا التوجه لا شك أنه غير كافي وغير مؤثر في كثير من الأحيان، ولكنه خطوة بالاتجاه الصحيح، والأمم المتحدة تريد أن ترى أي بارقة أمل في محاولة عراقية محلية لإصلاح ذات الشأن، لأنه لو لاحظنا تقرير بلاسخارت بأكمله نجد أن العراق بلا إرادة، يجد أن التقرير شرح كل تفاصيل وضع العراق إلى العالم، وكأن العراق تحت الإدارة الدولية وتحت الإشراف الدولي أو تحت الرقابة الدولية. لن نشاهد الكثير من الإشادة باتجاهات إجرائية في داخل الحكومة العراقية أكثر من ملفي ربما الإصلاح الاقتصادي الذي وصفته الضئيل، وربما ما تبقى هو كله محاولة لشرح الوضع العراقي، ولا شك أن العالم يخشى على العراق في المرحلة القادمة من هذا الحالة من التراخي في الوضع العراقي الخطير والتنخر الكبير في حاله. نعم، السياسي المستقل رمضان البدران، شكرا جزيلا لك.